خوتي المغاربة حياكم الله أينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. قبل ما نوصلوا عند فيوليا ورغبتها في تدبير الماء والضوء والسائل في الدار البيضاء وما غتبقاش حاجة سميتها ليديك، وبالتالي غتسيطر فيوليا على الشمال وعلى الرباط وعلى الدار البيضاء، ونوقفوا عند المخاطر ديال هذا التوسع يعني الفرنسي تجاه واحد من أهم القطاعات الحيوية في المغرب، الماء والضوء والتطهير ديال السائل. غنستهل هذه الحلقة المغاربة بداك الحدث المؤلم اللي وقع في الدروة، من بين واحد السيد دخل المدرسة وكيدابز مع رجال ديال التعليم وسط القسم. صراحة كنا كنعتبروا هذا الموضوع حادث عارضي كيوقع، العنف كيوقع بين هنا وهنا، ولكن علاش غنوقف بشكل سريع عند هذا الموضوع قبل ما نمشي عند الموضوع ديال فيوليا؟ لان الموضوع ديال هذاك الدروه ديال داك التلامذ والاستاذ خدا ابعاد بزاف، وبان لينا واحد القراءات ماشي صحيحه كدار. انا ما غندخلش في تفاصيل القضيه احتراما للقضاء لان الملف اليوم بيد القضاء، ولكن كتهمني نقطه واحده، هو ان نوصل الناس واحد المعطيات حتى لا تتكرر ديك الماساه. لاحظت انا معظم الناس كيهاجموا داك السيد اللي دخل المدرسه، داك الاب ديال التلميذه، كلشي متكي عليه، كلشي كتقلقوا. قبل ما نقول لكم اي كلمه، احنا في هذه القناه ضد العنف، ولا نقبل شي واحد يدخل المدرسه ويمارس العنف او لا ينتقم لولده ولا لبنته تحت اي ظرف. كاينه طرق ديال التبليغ ديال الشكايات، كاينه اداره، الى ما استعصى الامر كاينه مؤسسه قضائيه وكاينه عدد من. لا نقبل دخول اي ولا نبرر اي سلوك، هذا من حيث نبدا، ولكن هذا لا يعني المغاربه. نسلطوا الضوء على واحد الحويجات ربما تبولش الناس وفي غايه الاهميه. إذن أنا ضد العنف باش ما يبقاش شي واحد يأول كلنا في شي اتجاه، ولكن كنبغي ننبه بعض رجال التعليم، أساتذة ومعلمين، كاين أساتذة ورجال التعليم وهما بزاف ماشي شوية، الله يعمر لهم الدار وكيربيو ولادنا تربية حسنة ومتخلقين ويشتغلون في ظروف صعبة، ما كنهضرش عليهم، ولكن كنهضر على بعض رجال التعليم، بعض، لاحظوا بعض، واحد الشاو وما كنقصدش هذا السيد اللي وقع، ولكن غير بغيت نوصل بعض الأفكار حيت عندنا تجارب. انا نقول لكم التجارب بعد باش الفكره ديالي توصل مزيان. انا مثلا كنت كنقرا في التحضيري، وقع لي مشكل مع ولد المدير، كان تيقرا معايا ولد المدير، تعدى عليا وخدا لي شي حاجه، تشكيت من الاستاذ المعلم، قلت له تعرفوا قسما بالله الا بقى كيضربني ذاك المدير المعلم حيت لاخر ولد المدير، حتى سال لي الدم، وانا طفل وكنت كنجينا الاول في المدرسه، ومني كنقول شي حاجه بالصوت وبالصوره هاد التلامذ شاهد معايا اللي قراو معايا التحضيري، انا اول نقطه جبتها وضربني. علاش قلت لكم هذه المعلومه؟ انا كطفل 7 سنين صحوا تصوروا هذا المعلم ما نسيتوش من عقلي، بقيت عاقل عليه هاد الالم اللي واخا مسامحوا اياه ولكن يبقى الجرح، انا ذاكره الطفل ما نسيتوش. علاش كنبه بعض رجال التعليم وبعض اللي كيتعاملوا مع الاطفال بقسوه، بعضهم راه ما كينتبهوش. مؤخرا واحد الطفل صغير، استاذه تقيه، طفل صغير عباد الله، واحد المعلومه كنسمعوها من جاءت استاذه تقيه، جات ضربته بالضفتار راسه، داك الطفل ما تنساتوش ديك الضربه ضد الضفتار، كرامه. فرجال التعليم بعضهم انتبهوا بان كرامه الاطفال راه قويه جدا 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 جدا. نعاودكم واحد القصه وعاد نمشي. كنت في السجن وجات عندي بنتي، قالت لي يا حميد بابا في الزياره في السجن، لاحظوا انا في الالم، قالت لي يا بابا راه المعلمه بنتي جات هي الاولى، جات عندها وقالت لها ماشي انت اللي خصك تجي الاولى، ها اللي خصو يجيب اول نقطه، راه اللي استحقه هو هذا. قسما بالله اخوتي المغاربه دخلت الغرفه اسوا يوم في حياتي، حيت انا في الاله وبنتي ديك اللحظه عندها شي 8 سنين ولا الى يومنا هذا، بنتي كتكره ديك الماده ديال ديك الاستاذ الى يومنا هذا. مشات من بعد مولات الدار عند الاداره وسواه، الحمد لله كان تدخل حسن، ولكن اللي بغيت نقول لكم ديك الطفله كيفاش ما عجبتهاش. اذا العنف يقدر يكون رمزي، يقدر يكون مادي، فالاب ولا الام اللي كيتلقاو داكشي من عند ولادهم ودرجات ديال الكبده والمشاعر كتختلف، راه كاين اللي كيكون هادي، كاين اللي ما كيسوقش على ولادو، كاين اللي تيقول المعلم انت اذبح وانا نسلخ، واحد الثقافه قديمه، كاين اللي ولده ما تقيسوش له، كاين بعض الاباء تيبالغوا عاوتاني تجاه حيت كاين اللي كيتعامل منطق القطاع الخصوصي، انا كنخلص ما. لا، الاستاذ والمعلم في المدرسه راه مقام الاب ولا الام، ولكن هذا لا يمنع نثيروا الانتباه لبعض السلوكات الشاده، ماشي القاعده، رجال التعليم بحال البوليس والجندار، ربما المغاربه اللي كيتمشوا اللي كيسوقوا الطنابلات في الطريق، عدد من رجال البوليس والجندار اخلاقيا كتوقف كدوز قدام شي بوليسي انت سايق الطنابل بلا ما تعرفوا كدير لها احتراما للمهنه للكسوه لديك تماره.
كيبدلك كاين بعض البوليس وبعض الجندار كيدير واحد السلوك خايب. اش كيدير لك ملي كتسلم عليه انت هو ما كيعرف ماشي زعما كيعرفك تعتبرك بحال كتبيضق له ولا انت داير شي مخالفه ولا موقف ضعف زعما ولا انت كتبع على السلوك ديال انت كدير له هكا كتبتسم له كيدير لك هذا سلوك غير مقبول اخلاقيا كيديروه بعض تنقول بعض البوليس وبعض الجندار كيديروه في الطريق مع أيوة. لا خصنا نربيو واحد علاقه تواصليه مع سلم عليه سلم عليه اما القوانين والمخالفات نطبقوهم بنفس القدر كنقول بعض رجال التعليم وبعض الاساتذه وبعض المعلمين انتبهوا للاطفال انتبهوا راه ذاكرتهم كتخزن الام راه كاين الاب اللي كيجي ولده كيتعدى المعلم على ولده انا كنقول لكم ما عندوش حق يمارس العنف على الاستاذ والتلميذ تحت اي ظرف غير خصنا نتفهموا يعني بنادم راه ملي كيجي بنته كتشكي له وتيبغيها كاين شي معلم يقدر يدير شي جريمه مع الطفل خطيره كاين شي استاذ يقدر يدير شي جريمه مع الطفل خطيره اخلاقيا اما كيضربوا اما كيحقدوا اما كيحقروا قدام زملائه الدري كيجي كيبدا يبكي على باه تيكون شي اب عنده العاطفه ضعيفه شي اب مسكين عاطفي حنا ما كنقادنش بحال بحال كاين اللي كبتو صافي كيسمع كيتشحن تيمشي تيدير داك السلوك غير مقبول طبعا ما خصوش يديرو طبعا يتعاقب عليه راه غادي يتعاقب عليه ولكن فقط ننبه بعض رجال التعليم بعض كنقولوا بعض ينتبهوا لهاد النقاط هذه فانها حساسه جدا جدا بمنتهى الصدق كنتمنوا هاد الملف هذا يتطوى بما فيه الخير كندخل الموضوع المهم جدا بلغ الى علمنا في هاد القناه على ان شركه فيوليا الفرنسيه غتشري يعني الماء والضوء والتطبيق والسائل تطهير السائل في الدار البيضاء الدار البيضاء الكبرى العاصمه الاقتصاديه اللي كتستهلك وحدها قرابه 60% من الطاقه والماء في المغرب ها هي اليوم الفرنسيون غيسيطروا على هذه الماده الحيويه هذا القطاع الاستراتيجي سيطروا لنا على الشمال وتصدع علينا في الشمال والفواتير ديال الماء والضوء في الشمال والاحتجاجات والسلم الاجتماعي اللي هدتونا يعني هذه الشركه الفرنسيه واحد الوقت وخرجوا التظاهرات من بعد ما الفواتير كانت العافيه ها هي اليوم سيطرت على الرباط اليوم تتجه للسيطرة على الدار البيضاء فين كاين وجه الخطورة في هذا المستوى قبل ما نقول لكم وجه الخطورة في هذا الشيء المغاربة وكنهضر مع الوطنيين اللي كيحبوا المغرب كنهضر مع الوطنيين اللي كيحبوا المغرب الشعب والمسؤولين يتابعوا هذه الخطورة اللي احنا غادي فيها خطورة ما بعدها خطورة نبغي نذكركم المغاربة بأن اليونيز ليزو هي ديك الشركه اللي جات انذاك وخدات الماء والضو كان جاك شراك وبان لهم العام سيدي المدينه كبيره الدار البيضاء والاستهلاك كبير قال لهم غنشدوا داك القطاع اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا هضر مع ادريس البصري ادريس ديك الساعه الاتحاد الشراكي كان في الهينون ديالو الاتحاد الشراكي قبل ما يتحور قبل ما في نسخته الاصليه نوضوا الحيحه الاتحادي ولكن مع كامل الأسف لم تصمد مناعتهم ومقاومتهم أمام آلة البصري الجهنمي ضغط عليهم ورهبهم وفرقهم خصوصا بالأطماع وقال لهم انتخابات جاية واللي ما دارش واللي ما دارش وقبلوا تعرفوا المغرب شحال داز الماء والضو عقلوا المغرب وسجلوا هذه عندكم بستيلو زيرو درهم ولا 4 ريال عطاونا الفرنسيين في الماء والضو وتصدير سيف في الدار البيضاء ولا 4 ريال كنقول لكم وخداو الماء والضوء والتدبير وانتم كتشوفوا الحال والفواتير ولا تأهيل ولا حتى شي حاجه كيشدوا الفلوس كياخذوها من العام المغاربه وكتمشي لفرنسا خذ فلوس ديال المغربي والشجر هاد الشجر اللي كيتسقى اجي شكون اللي كيخلص هادشي كتخلصوا المجلس البلدي خلص الفواتير المجلس البلدي منين كيجيب فلوس كيجيبها من صندوق النقد الدولي عبر الدوله كيتسلف اذا كنسلفهم من صندوق النقد الدولي ونعطيوها لفرنسا وفرنسا تخرج والفرنسيين يخرجوها لبلادهم نتسلفوا من صندوق النقد الدولي وناخذوا من عند الخزينه ديال الداخليه واحد القسط واحد الصندوق تما وداك الشيء اللي عندنا شي سوق ولا عندنا شي اراضي ولا كذا نجمعوا شويه فلوس ونعطيوه لفرنسا فرنسا كتسقي لينا هنايا الشجر والغازو وكاسا كتفاكتوري علينا فلوس كيديو الفلوس صحيحه من المغرب الفرنسيين فلوس التي ماشي مليار ماشي الملايير المغاربه قولوا شي مصطلح اخر الملايير والخطوره اليوم فين كاين كيخرجوا الفلوس يعني ما كيستافدش منها الاقتصاد الوطني اللي داوها كيخرجوها لبرا ماشي كيتوسعوا هنا وكيديروا بلا شي حاجه والو غير كيديو الفلوس الخطوره الثانيه اليوم ها هو غيولي واحد الوضع احتكاري
فيوليا سيطرت على الشمال، سيطرت لك على الرباط، سيطرت لك على 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 على, على الدار البيضاء، غتسيطر دابا بنفس الخطوره ديال 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 ديال, ديال, ديال البترول مع شركه لاسامير. الوقت اللي كان عندنا شركه وطنيه والدوله كتدبر داك الشيء وكنا الحمد لله قادرين نلعبوا في الاسواق، واخا تكون التقلب واخا تجي الحروب ما كان القدره الشرائيه كتبقى مزيان. شدينا داك القطاع الاستراتيجي ديال الفوس ديال ديال البترول عباد الله، قطاع حيوي استراتيجي، ورهنا راسنا عند القطاع الشركات الخاصه، تبيع لنا الثمن البترول باش بغات، بغات تشري ما بغاتش تشري، ما بغاتش يا خويا راه الطوموبيل تما، رهنا البترول وهاد المصيبه هذه للشركات الخاصه. اليوم كذلك عرفنوا ماده حيويه اخرى استراتيجيه هي الماء والضوء. فرنسا الشركه الفرنسيه تولي مسيطره علينا من الدار البيضاء حتى لطنجة. اذا ها هي فيوليا اليوم شرات سوياز، سوياز هي الشركه الام ديال ليديك هنايا في في المغرب. فرنسيين سيسيطرون سيطره ما بعدها سيطره على قطاع حيوي. علما المغاربه ولا كنتو كتذكروا الا كنتو كتذكروا محنتنا ومعاناتنا مع الفرنسيين، شكون كيتذكر المغاربه؟ كانت واحد الندوه صحفيه اعتقد في 2015 كان دارها الشعبي على واحد الشركه، شركه فرنسيه ما عقلتش على الاسم ديالها، الحاج ميروت الشعبي الله يرحمه وهو حي دار واحد واحد الشركه فرنسيه كان باغي يدير واحد المعمل ديال الاسمنت. تصوروا المغاربه خوتي المغاربه اي واحد تيبغي البلاد يتامل في هذه الصوره اللي غنعاود له، عافاكم عافاكم لما تاملوا في الفرنسيين كيفاش دايرين وكيفاش هلكوا لنا البلاد وكيفاش هلكوا لنا هذه البلاد. ما حطوا حتى شي 4 دريال غيدير مع هما غيديروا السيما، قالوا غنمشيو للصين وغنشريو هضره اكلام تلاقاهم معاه لقاء غنديروا ونديروا ونديروا. تعرفوا المغاربه اش داروا له؟ حيت كانوا داروا واحد العمليه وكانوا داروا في واحد العقد في حاله الا وقع شي خلاف نمشيو للتحكيم الدولي، مشيو لواحد تحكمت على الحاج ميروت الشعبي ب 20 22 مليار. شنو داروا له؟ قالوا ركبنا في الطياره وخسرنا هنا ولي زوتيل ومشينا وجينا وفي هذه العمليه رحنا ضعنا في 22 مليار. تصور ما داروا حتى اجراء، ما حطوا حتى يجوره، ما داروا حتى خطوه، ما داروا حتى شي حاجه. جاوا المحكمه هنا الابتدائيه اعتقد في الدار البيضاء، طاح الملف واحد القضاة، واحد القاضي الله يجعل ربي يكرمه في هذا النهار السعيد. فبشحال حكموا عليهم؟ قال لهم ما يمكنش. السيد ما صرفتو والو، ما درتو حتى 4 دريال، ما مالكم ياك والو باس. وما نفذوا لهمش الحكم. استانفوا الاخرين الفرنسيين. هما يحكموا عليهم. تعرفوا المغاربه اش داروا لهم؟ مشاو داروا لهم الحجز على الشركات ديالهم كامله. اليوم دابا اليوم الارباح فلوس في الشركات ديال الشعبي ما كتدخلش صعوبه في الارباح، دار لهم الحج مشاو داروا لهم النقد، غير النقد بقى شي 3 سنين ما كيتبلغوش الاخرين، احنا كل مره كيتحايلوا بطرق بطريقه من الطرق، منين تبلغوا بشكل صحيح كان داز شي عام ولا 3 سنين، ملي التبليغ الصحيح اليوم النقد داز دابا شي 5 سنين، دابا شي 9 سنين. وتصوروا ملي كنقول لك انا واحد الشركه غير اضرار، دابا هذه شركه وطنيه الشعبي، تنقول لك انا مثلا اسواق السلام مشاو حجزوا عليها وخذوا منها شي طرف شي 400 مليون ما خانتنيش الذاكره. تصور دابا انا كندفع الحليب ولا الزيت لاسواق السلام، ملي غنسمعها مثلا غتباع لي فورنيسور ما بقاوش يتعاملوا معاهم. اللي عنده شي اسهم بحال دابا سناب كان السهم نعطيكم على مثال 800 درهم هبط ل 5 دراهم. تصوروا على ضرر الاقتصاد المغرب، الاقتصاد الوطني كيفاش كياكل العصا. فرنسيين ما عطاو حتى 4 دريال غيهز لك من هنا. وشحال زادكم دابا في الدائره حيت زعما ولا دابا واصله 40 مليار، 40 مليار فلوس المغاربه الوطنيه غتخرج من هنا وغتمشي للخزينه ديال الفرنسيين. ما حط لا ياجوره ولا سيما ولا حتى شي حاجه. بنفس القدر اليوم اش كدير اليوم انتيا الماء والضوء والفواتير؟ شحال كيجيكم المغاربه ديال الماء والضوء في فرنسا في المغرب اليوم؟ الناس كورونا عباد الله والازمه الاقتصاديه وقال لهم دي طونش والو ما رحمهمش، الناس حابسين مؤخرا داك مسكين داك رجل الاعمال ديال الشمال غيديروا المكانه كتجيب لنا 3 مليون ديال الضوء والماء، وفي البلاصه اليوم في شهر ما خلصتيش كيتقطع لك الضوء. كاين السبيطار، السبيطار فيه دايزلو الضوء وفيه الدم وبنادم ما كاينش، كيقطع لك السبيطار يقطع لك الضوء، خلص ما كاينش ما نعقلش عليك مره. واحد الوقت كان الحمد لله كاين المعامل، وفي فرنسا ملزمين هما هاد الشركات الفرنسيه هادي براسها شركه السويس ولا ملزمات اش كيديروا معاهم؟ بحال مثلا حنا غندير واحد الانتقال طاقي كندير لك مثلا كتستهلك، نعطيكم مع مثال مثلا 100 جيجا
في دفتر التحملات العام الجاي غتولي تسهلك غير 90 جيجا، العام الجاي المورا غتسهلك غير 80 جيجا. هذا عطوني المغاربه واش دابا حنا اليوم المغرب احب من احب وكره من كره، اختار واحد المشروع واحد الورش رائع ملكي اللي هو هاد انتقال الطاقي والاعتماد على الريح والاعتماد على الشمس. والمغرب ولله الحمد عنده الريح موجود، عنده الشمس تقريبا طيلة السنة موجودة، يعني يمكن لينا استغناو على البترول في توليد هاد الكهرباء وهلم وجرا. فرنسا ضروري كاسن كيتحولوا كيخدموا، هنا في المغرب والو، بالعكس يعيقون هاد انتقال الطاقي لان فيولين كتاخذ فلوس صحيحه من البلاد. المغاربه شحال ديال الفلوس، حنا كنشدوا فلوس من صندوق النقد الدولي ونفرضوا ضرائب على المواطنين باش نستوردوا البترول، باش نستوردوا البترول اللي كنصرفوه. فلوس صحيحه المغاربه، فلوس صحيحه كنصرفوها، وفي اخر المطاف لما كنعطيوها جزء منها كبير كنعطيوه للفرنسيين. واش حنا ما يمكنناش نستعرضوا على هذا البترول وعلى هذا نمشيو حنا في هذا المشروع الملكي اللي كان مزيان ديال الطاقه وديال الريح، ولكن كيفاش غنأجرؤوه؟ كيفاش غنلفدوه اليوم ملي كتشوف هاد الشهيه ديال الفرنسيين وهاد التوسع؟ علاش بالضبط هاد فيولين اللي تاخذ هاد ليديك وهاد الخيلات ديال الدار البيضاء، وعلما ان تاريخها يعني اسود. لاحظوا شنو داروا في امريكا اللاتينيه، في عدد من الدول الاوروبيه، بقات غير فرنسا وبعض الدول هنايا مساكن افريقيا التابعه. اذا اليوم كنقولوها بمنتهى المسؤوليه ونقول لكم واحد القضيه، انا لا استبعد، هذه عوجه نظر، لا استبعد ان هذاك الموقف ديال الجزائر البارح ديال القرار البنكي مع اسبانيا، لا استبعد تكون وراها فرنسا، لا استبعد، راه اخطر ما كاين في هاد افريقيا، في هاد راه هي فرنسا المغاربه، هي فرنسا راه ما تحملش اسبانيا، حيت دابا اسبانيا راه خدمت قافزه، لا بغينا نقولوا بالدارجه المغربيه، راه هاد الموقف اللي داير سانشيز مع المغرب راه ماشي موقف عادي، اكيد المغرب غيجازي عليه، ودي السياسه ما كاين باس. باش ما يعطيك موقف فابور ولا شكون انت؟ قرعتك هذيك قبلت هذه. اذا فرنسا اسبانيا عرفت تلعب بمصالحها الحيويه، فرنسا ما يعجبهاش التقارب المغربي الاسباني، ولا استبعد لان هذيك التلميذ النجيب ديالها راه هو الجزائر، الو دير هذه دير هذه، لا استبعد ان ذاك القرار يكون قرار ديال وكنذكر واحد الواقعه ما عرفتش واش فايت عاودتها ولا ما فايتش عاودتها شي مره، اللي كتذكر كاينه واحد القمه كتكون فيها فرنسا كتلاقى مع الافارقه، ما عقلتش على الاسم ديالها، كيتلاقى او اعتقد في اواخر الثمانينات الا ما خانتنيش الذاكره، ما عقلتش. المهم في عهد فرانسوا ميتيران، وكان ديك الساعه طاح جدار برلين وتفكك المعسكر الاشتراكي وظهرت ثقافه حقوق الانسان وهلم وجرا. فخذ الكلمه فرانسوا ميتيران وبدا كيهضر وقال لهم من دابا اللور فرنسا ما غدعمش الانظمه الديكتاتوريه اللي غيتبنى حقوق الانسان وكذا، فرنسا ستكون الى جانبه، اما الدول اللي كتمشي في كذا كذا فغندير كلشي بقى ساكت وكيشوف ومرعوب. الا الحسن الثاني الله يرحمه خذ الكلمه وقال له اهل مكه ادرى بشعابها ونحن ادرى بامور بلداننا وشعوبنا، ولا نقبل دروس من احد وجهنا كيفاش نحكموا هذا التدخل. بقى كيشوف في فرنسا من وراها غيدخلوا شي اربعه رؤساء ديال الدول كلهم اعادوا تكرار نفس الشكل الخطاب اللي قال الحسن الثاني بنفس الجرأه وبنفس القوه. كتعرفوا المغاربه شنو يوقع في ظرف عام؟ دوك الاربعه ديال رؤساء افريقيا كاملين مشاو بحالاتهم داروا لهم انقلاب، فرنسا دخلت طيحت، بقى الحسن الثاني ما لقاولوش لان الحكم ديالو متجدر لداخل. هنا فاش غيجي السياق ديال صديقنا الملك جيل بيرو، المخابرات الفرنسيه غتمشي تجمع، غتشوف المعارضين اللي عايشين تما منفيين ضد الحسن الثاني، خذات رواياتهم، وكاين واحد القسم تما واحد الشعبه مكلفه بهذا الشيء ديال المعطيات والوثائق، وغيجمعوا كل المعطيات اللي على المغرب كحله، وغيخرجوا الكتاب ديال جيل بيرو صديقنا للملك الذي كان ضربه موجعه لنظام الحسن الثاني. يمكن لينا نستحضر لكم بزاف، لا تعقلوا الرئيس ديال الكوت ديفوار ما عقلش اللي كان تحكم 10 سنين، الزوجه ديالو في شي تجمع قالت شي كلمه كتهضر على الفرنسيين بشي وقاحه بشي عنف، من بعد شنو غيديروا المغاربه؟ قال لمرتو شي حاجه، جات هو الفرنسيين قالوا له شي حاجه، ذاك رئيس كوت ديفوار كان مشهور ما عقلتش الاسم ديالو على الطرف ديال ساري. المهم غيدار له واحد الفيلم 10 سنوات غيتحكم، مرتو راه كتحيح وكذا وكذا، عاد تفاهموا معاها وهضروا معاها، بمعنى ان الفرنسيين صعب بكل ما تحمل الكلمه معنا،
وما يعني التاريخ ديال الاستعمار ليس بعيد عنا. لاحظوا الظهير البربري والأزمة اللي خلقونا مع إخواتنا الأمازيغ الحمد لله، ولكن فشلت المخطط أمام الفتنة واليقظة ديال قيادة الحركة الوطنية. كيفاش كانوا كيحرتونا المقابر ديالنا ديال المسلمين، كيفاش يعني تعدوا على والدينا، كيفاش قتلونا عدد من جدودنا، وكيفاش عطلونا، وكيفاش ضلوا كيدخلوا في السيادة ديالنا على مر العصور. اليوم المغرب عنده تحديات على أكثر من صعيد، وأنا بغيت نتوجه حتى السلطات المغربية. ما خص السلطات المغربية، الحمد لله اليوم كاين واحد التحول مزيان، ولكن بغينا أكثر. ما تبقاش يعني، لأن ملي كتدخل لك فرنسا من جوج الحوايج على غالب، إما بالصحراء المغربية إما بحقوق الإنسان، هذا موجود انقطاع. مجال حقوق الإنسان سهل، الدولة المغربية تحترم حقوق الإنسان. الغرب ما يبقاش ديك الساعة كيبتزك بهذه الورقة، إما غتعطيني هاد الصفقة ليديك ولا مثلا هاد الحوت، وإما غنفضح حقوق الإنسان. لا سيدي، ندير حقوق الإنسان، أنا حيدت له الورقة الأولى. بقات لي الورقة ديال الصحراء المغربية. الناس الصحراء المغربية، المغرب في صحراء إيه؟ والصحراء في مغربيها. والراهن على القوة الحية، ونقلب على شركاء أروع وأفضل، لأن قوة المغرب قوته في الحفاظ على ثرواته. عندنا ثروات مزيانة، راه غنبنيو اقتصاد مزيان، بالتالي غنبنيو مؤسسات مزيانة، بالتالي غندافع على السيادة ديالنا بقوة. الدولة اللي كتفرط في قطاعاتها الحيوية، راه الدولة كترهن السيادة ديالها، كتبقى بلا كلمة قدام العالم. راه كاين شي حوايج ما كيتباعوش، بحال الإنسان ما تيبيعش الكرامة ديالو، بحال الفلاح ما تيبيعش أرضه، بحال العسكري ما تيمكنش يبيع الميترايوز باش كيضرب، الحلاق ما يبيعش المقص، حيت الحلاق المقص والمشطة باش يخدم، النجار ما يمكنش يخدم بلا 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 سميتو بلا بلا, بلا منشار، والصياد حيت له الشبكة والفلكة ولا الصنارة، صافي ما بقاش كي الصياد. كذلك الدولة حيت لها الفوسفات البترول الأصابير، وحيت لها الموضة، باش غتبقى دولة؟ باش غادي تبقى دولة؟ خصوصا هادو قطاعات حيوية استراتيجية، قطاعات في غاية يعني الأهمية بالنسبة للشعب المغربي. كنتمناو بمنتهى يعني الصدق الوطني على أن القوى الحية في هذه البلاد تستشعر خطورة هذا الموضوع. راه هذا الموضوع صعيب مغاربة، احنا توجهنا توجه رائع في اتجاه يعني الطاقة ديال الشمس والريح وكذا، ولكن ملي خصنا نشوفوا الصعوبات اللي كاين في الميدان. هاد الفرنسيين راه ما يخليكش تمشي في هذا التوجه، سيحبطون هذا المخطط بأي طريقة من الطرق. الى جانب انا اننا العمله ديالنا ديال المغرب كتخرج لبرا للفرنسيين، وحنا اليوم امام ازمه اقتصاديه، ومحتاجين الفلوس، ومحتاجين نوفروا الطاقه، ومحتاجين. لهذا اليوم البلاد محتاجه لتكاتف الجهود ديال كل القوى، على الاقل نفرقعوا هذا النقاش هذا العمومي وسطنا. كنشكركم المتبعات والمتبعين ديال هذه القناه، والى اللقاء.